سبعة اللعب. أبو حمد الغزالي دار محاضرة كاملة، نقول بلغة العصر محاضرة، هي بحث طويل يتكلم عن علاقة اللعب بتنمية الذكاء. أبو حمد الغزالي قبل ما يتكلموا أصحاب التنمية البشرية الآن سبقهم إلى هذا الأمر، قال لك اللعب، أسكت حتى ينتهي، تحدث عن علاقة اللعب بالذكاء. هو يقول مما قاله، قال كل ما الطفل يشبع من اللعب، كل ما يلعب، كل ما قدرته الذكائية تعو تكون في حالة من النمو ومن الارتقاء.